بعد أيام على افتتاح أول مكتب لها في عكار شمال لبنان، افتتحت حركة سوا للبنان مكتبها الثاني، وهذه المرة في مدينة صيدا الجنوبية، بحضور عدد من فعاليات المنطقة وأعضاء البلدية والمخاتير وممثلين عن الحراك المدني وحشد من أبناء المنطقة والجوار. الرئيس التنفيذي لحركة سوا للبنان سعيد صناديقي أكد في كلمة للمناسبة أن خصوصية صيدا وأهميتها ومقاربة العمل السياسي الإنمائي الاجتماعي في هذه المدينة وجوارها هي ضرورة، مشددا على أهمية استعادة دورها المحوري في الاقتصاد اللبناني. صيدا هي مدينة ما أخذت حقها، وكانت صيدا على فترة كتير طويلة تعتبر هي أوتوستراد، وهذا الشيء اللي نحن ما بنقبل فيه. ووجودنا هون ووجود هذا المكتب بالأنشطة والمشاريع اللي بدها تبلش تتنفذ من هذا المكتب هي كرمال تحويل صيدا للنقطة الأساسية اللي لازم تكون لها. صيدا عاصمة الجنوب، وصيدا هي الركن الأساسي وبوابة الجنوب اللبناني. صيدا المقاومة، صيدا اللي أعطت كتير للبنان. بدنا نرجع صيدا إلى الخريطة الاقتصادية الإنمائية الاجتماعية، بدنا نرجع صيدا إلى دور الريادي كعاصمة للجنوب وكمحط مستقر وليس ممر لكل المناطق المحيطة بصيدا وكل محافظة الجنوب ومحافظة النبطية وجزين وأساس انطلاق من هون. يشار إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين من المقرر أن تواصل حركة سوا للبنان افتتاح مكاتبها في عدد من المناطق اللبنانية، وذلك من خلال تنظيم لقاءات حوارية للتعريف أكثر على الحركة وعلى مشاريعها المستقبلية.